ترمي في ذا الشتا برا، هاي حياتي قاع برا، طفلة راهي باغية تقتل روحها. بهذه الكلمات الجريئة تحكي لنا هذه العجوز مأساتها التي تعيشها مع ابنتها لأكثر من سنة بعدما حرمت من الاستفادة في عملية الترحيل، ووجدت نفسها في كوخ صغير أمام الواد يفتقد إلى أدنى الشروط الطبيعية للعيش. هاني عايشة هنا، راكم تشوفوا فيا، قعطوا لهم السكنة وأنا خلوني في البلاصة، وزاد ريب عليا ما خلالي والو. هاني خرجت براسي من 94 راني هنا، وداروني قام ما عنديش الثبوت، ماني ساكنة هنا. هما قالوا لي والو، قالوا لي روحي ما ترجعيش، تعلى دايرة اللي راحوا قالوا لي ما ترجعيش. قلت لهم كيفاش انا نهدر على حقي، كيفاش انا خلوني هذو اللي ما يستهلوش الداو وانا خلوني في البلاصة، واش بالسبة؟ الحالة الاجتماعية لهذه العجوز قاسية، فهي تسترزق فقط من صدقات المحسنين خاصة في فصل الشتاء، فلا تستطيع العمل خوفا من ترك ابنتها لوحدها في ذلك الكوخ. عايشه انا وبنتي كما بها ربي فوقاني، ها كنت نسيق دروج، نسيق كما قلتي حانوت، ونجيب القوت انا وبنتي، عايشه بالفانتازيه. ها ما كان حتى واحد حباب ربي اللي يعاونوني، كثر خيرهم يعاونوني. ابناء حي الهواء الجميل كلهم يشهدون على ان هذه العجوز تسكن هذا الحي لاكثر من 20 سنه، وانها هي الاولى من تستحق الاستفاده من السكن. نتاسف يعني كل الاسف لما آلت إلي حالة هذه العجوز. أتحدث يعني عن شخصي بما عينته وعيشته في هذا الحي منذ أكثر يعني من يناهز 16 سنة، وأعرف أن هذه المرأة تقطن بهذا الحي. دوك المرأة عندها بزاف هي ساكنة، عندها واحد 10 سنين فايتة ساكنة هنايا. اللي جاو البارح جاو الداو، والمرأة هذه مسكينة هي وبنتها مرمية قد جات الواد. مرمية جد الواد عمي يشوف فيها كيفاش اللي ما عندوش رمينا رماوهم ليك يا اختي. عندها بنتها عازب في عمرها 22 سنه، واش راهم يحوسوا؟ اني نوجه نداء للزوخ، هو راه يمد لنا في السكنه، واللي تحتو راهم يردموا فينا. انا جزائريه راني نتمرمد، راني نتمرمد، لا طونسيون عندي، واش نزيد؟ اجواء طبيعيه مترديه لا ترحم مضاعفه، هو حال هذه العجوز وابنتها التي حرمت من السكن وأصبحت تعيش في الشارع. ليبقى السؤال مطروحا، إلى متى ستبقى هذه العجوز على هذا الحال؟